2022. وفيه تورنوا ليماج كيف شرحت في مخك هذا يا سيدي؟ صحيح ممكن ممكن ثلاثيام بلاس وقت اللي حضرنا وباش نقوموا بالدوره هذيا عندنا كنا بالزوبجيكتيف نتاعنا باش نفوزوا ببطوله افريقيا. النتيجه اليوم ماهيش في الطموحات نتاعنا مي تقعد ديما ثلاثيام بلاس في بطوله افريقيه اول مره شاركوا فيها الفرقه نتاعنا. هذايا نجموا نبنيو عليه. الخدمه مازالت قدامنا. الفرق التونسيه تحسنت برشا. اليوم قاعدين ننافسوا الفرق بول افريقيا كيما البريمير وكيما ليبولو. الفرق نتاعنا تحسنت برشا. نحاولوا نخدموا كيما هكا نكملوا نخدموا قدام. ممكن الموسم القادم تكون احسن المشاركه نتاعنا. ماشي شانس كثيره ما ننساوهاش. تاع 10 جانفي احنا الحقيقه الخدمه نتاعنا الكل كانت مركزه على البطوله الافريقيه. ان شاء الله بعد هذا اون سو بريبار مره اخرى ننفس اخر مونتال اخر وان شاء الله نكونوا حاضرين 10 جانفي على الوقت نكونوا حاضرين. الجمهور بالرغم الهزيمه كانت قاسيه البارح وبالرغم كان الفارق كبير لبولو كان صفق علينا وصفق على الفريق المنافس ولي كومونتير نتاعهم الكل كانوا بوزيتيف معناها سي اكستراوردينير. معناتها باش يكون عندك جمهور متفاهم وفهم الوضعيه نتاع اللاعبين والوضعيه نتاع الفرق المنافسه وقوتهم ويكون واعي بالكيفيه هذيك ويشجع كل يوم ويقف معاك الانتصار هذا ما ينجم يكون لهم هما وهذيا لهم هما وان شاء الله نعملوا ما خير ان شاء الله. عايش.